والغريب والعجيب والملفت للنظر أنه السيد كمال الحيدري خلال باستقرائي فقط المرئي، ما رحت للمسموع وما رحت علم، فقط المرئي خلال من سنة 1434، يعني 2004 ما أشوف شقد ال 10 سنوات 2010 كل سنة سماحة السيد تكلم موضوع التكفير، وآني هاي الموارد عد عصية كلهن، الموارد المورد الأول سنة 1434 وأهم الموارد ذاكر على الإطلاق، يعني هسرحت كل الموارد. الغريب والعجيب أنه سيد مو أول مرة طارح، فلماذا هذه الهجمة أولا؟ إذن فشي مطروح، إذن توقيت، أنا ما أدخل بالنوايا، أتساءل لماذا في هذا التوقيت؟ هذا السؤال الأول. هسه تقول لي الجواب عندك؟ ما عندي جواب. منهج السيد الله يحفظه تعالى من عنده أنه يثير إثارات العقول، يثير عقول. هل لأنه سؤال في المحاضرة؟ لا لا طبعا، هسه هو سؤال بس الضجة أخوان، مو على الطرح، سؤالي على الضجة، على رد الفعل اللي موجود، هذا أولا، لأن هو مطروح. فإذا كان أكرة فعل لابد تكون 1400 وشقد؟ 34، لأنه مفصلا من المحاضرة 412 إلى المحاضرة 424، بعدين دخل في الإمامة من المحاضرة، وبعدين من 24 إلى 49 48 كلها في الإمامة بحث مفصل، وأثبت أن الإمامة ليست ضرورة دينية بالعدل. إجا للعصمة بحث مفصل في معلي، والخارج فقه في المحاضرة من 449 هاي 35 إلى 461 بحث مفصل في التكفير، كلمات والكذا والمناقشة، ويقول كل هدفه من هذا الطرح يا أخوان، راح أصيح حتى يفهمون، يا أخوان لا يكون هنالك حلا لمسألة التكفير إلا يكون حلا عسكريا، ولا حلا سياسيا، ولا حلا اجتماعيا، يجتمعون واجتماعات وندوات، إلا بالتأصيل، رفع جذوره، أكو إلى أساس نظري. هذا منهج السيد. تروح تحارب شنو؟ هو من بينك ما بين السيد كمال الحيدري يسوي فتنة، اللي يقول بطهارة الإنسان، والذي يقول بأنه، والذي يقول أنه لا يجوز التعدي على مقدسات الآخرين يحرام، والذي يقول بجواز التعبد بالحجار، هذا يعني احترام الآخر في عقيدته، هذا يؤدي إلى فتنة، ومسلم ويشهد الشهادتين ويقول بتكفيره ويأجل فتنة الطائفية، جل عدش ما أججها صار سنين يسولف فيها. 1434 1435 1436 مسئله تکفیر و رمی و این حرفا رو بایستی از حوزه برانداخت، اونم در داخل حوزه نسبت به علمای برجسته و بزرگ یه گوشه از حرفشون با نظر بنده حقیر مخالف بنده دهن باز کنم رمی کنم، نمیشه اینجوری. تحترم قناعات، تحترم قناعات، وهذا الذي انا قلته انه يحرم يحرم يحرم، اكررها 100 مره، انه سب ولعن وإهانة مقدسات مو المسلمين، كل البشرية. يعني البوذيم عنده شنو؟ مقدسات. أنت مو من حقك أن ماذا؟ أن تسبه وتسيء إليه. ماذا قال القرآن على هذا القضية؟ لا تس لا فلا لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدونه. وهذا فيه نص كل فعل رد فعل، وهذا فيه نص الرواية، إذا صار مجال إن شاء الله أجيب لكم يا من الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. التفتوا لي، عرفوهم محاسن كلامنا، فإن الناس لو عرفوا لاتبعونا. إذا طريق تحبيبنا إلى الناس ذكر مساوئ الآخرين وسبهم ولعنهم وشتمهم. لو أنت عرف ما عندك بعبارة واضحة، بيني وبين الله عندما يدخل الإنسان للظلام يلعن الظلام، لو يشعل ماذا؟ يشعل النور أو سراجة شمعة، أي منهما. تعال إلى مكان بيني وبين الله تجد شجرة مثمرة وشجرة مولانا يابسة، الأفضل أن تقف وتذم الشجرة اليابسة لو تبين محاسن شنو؟ شجرة المثمرة. أي منطق هذا؟
هذا لزامه سماحة السيد أنه هذا الدفع بهذا الاتجاه أن تبين محاسن أهل البيت عليهم السلام، محاسن أخلاقهم، أن توظف طاقاتك ومجهودك وعمرك وقيمتك وحب الآخرين لك، ما عندك ما عندك كل إمكاناتك توظفها في الاتجاه، وما ضيع وقتك وجهدك في إسقاط الآخرين وإسقاط حجتهم والنيل وسبهم وتبهيتهم واتهامهم وتسقيطهم وإصدار الفتوى إلى آخر. هذا منطق ليس لا أقل أقل ما أقول فيه منطق قرآني أو ليس منطق قرآني. أتحدى أولئك الذين يقولون منطق القرآن أن يبدأ الإنسان بماذا؟ ها؟ بالإساءة إلى الآخر. هذا ليس منطقه، بل على العكس من ذلك، بل العكس أمامكم. هذا قول الذين يعلمون أو لا يعلمون، هذا قول الذين لا يعلمون. احنا قلناها في حلقة سابقة، في حلقة ارجعوا إلى القرآن. أحسنتم، ارجعوا إلى القرآن. القرآن أولا وآخرا.